السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الكابتن محمد محسن من قناتكم المفضلة موجيم. رجعنا تاني في فيديو جديد بعنوان أهم أكلات في الضيف. ما تنساش شير لايك سبسكرايب دعم لحبيبك وأخوك، ويلا ندخل في موضوع الحلقة. قبل ما ندخل في موضوع الحلقة، اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت عن معلومات عن الدايت وما هو الدايت، واتكلمنا عن اسباب فشل الدايت، واتكلمنا عن اهم نصائح للتخسيس. دلوقتي هنتكلم في اهم اكلات في الدايت، علشان ناس كتير فاكرة ان الدايت حرمان وان الدايت دايرة اكل مش هعرف اخرج منها. لا، في اكلات كتير موجودة ينفع تدخلها في دايت. يلا بينا نشوف اهم الاكلات دي. مهم جدا في فيتامينات ومعادن والياف وبروتين هيحسسك على طول بالشبع، لازم تدخل الشوفان في نظامك الغذائي. تاني حاجة معنا السبانخ والكوسة. لازم السبانخ والكوسة يكونوا موجودين في نظامنا الغذائي، لان السبانخ طبعا مليانة فيتامينات، حديد ومغنيسيوم وب12 ومليانة فيتامينات، فلازم الكوسة والسبانخ يكونوا موجودين في نظامنا الغذائي، لانهم قليلين في سعراتهم الحرارية هيحسسوك بالشبع على طول. ثالث حاجة هنتكلم فيها وهو الكرنب. لا مش المحش لا، الكرنب هنجيبه ونخرطه على السلطة كويس قوي، في معادن وفيتامينات هيحسسك على طول بالشبع، قليل في سعراته الحرارية. يلا النقطة الطبق السحري، ودي عن تجربة شخصية، كرنب على خس على خيار على فلفل عليهم ليمون، ده الطبق السحري بتاعي. الطبق ده هيحسسك بالشبع، فيتامينات والياف ومعادن وكل اللي نفسك فيه في الطبق ده، ما تنساش تجربه. يلا النقطه اللي بعدها، نتكلم دلوقتي عن اهم الفواكه اللي تدخلها في نظامك الغذائي. تفاح، موز، اناناس، رمان، برتقال، طبعا فيهم الياف وفيتامينات زي ما كلنا عارفين وهيحسوك بالشبع طبعا لو جعان في اي وقت. يلا النقطه اللي بعدها، هنيجي دلوقتي لاهم المشروبات اللي تدخلها في نظامك الغذائي. طبعا رقم واحد لا غنى عنه الميه، من 2 ل 3 لتر ميه في اليوم زي ما قلنا. تاني حاجه الشاي الاخضر، الجنزبيل، القرفه واليانسون. يلا النقطه اللي بعدها، دلوقتي هنتكلم عن البروتينات، وكلنا عارفين طبعا البروتين فراخ، لحمة، سمك، تونة، لبن، الكلام ده كله حاول في نظامك الغذائي نوع. هنتكلم دلوقتي عن اهم نقطة وهو العدس. العدس مهم جدا 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 تدخله في نظامك الغذائي، لان العدس بروتين والياف وفيتامينات ومعادن وكل حاجة، وسعراته الحرارية قليلة، وطبعا العدس مش غالي جدا، بأقل التكاليف ممكن ما تبوظش الدايت بتاعك. يلا النقطة اللي بعدها، دلوقتي هنتكلم عن انا مش عارف اظبط النظام الغذائي بتاعي. طبعا اول حاجة لازم سعراتك الحرارية، وكون حاسب البروتين، الكلام ده كله في الفيديوهات الجاية ان شاء الله هنعمل الكلام ده كله مع بعض. طيب انا دلوقتي فطار غدا عشاء اكل ايه؟ طيب مبدئيا الفطار مهم، عندك هتاكل ايه في الفطار؟ شوفان مع كوبايه لبن مع نص معلقه عسل ابيض، ده حاجه. مثلا لو مفيش ممكن فول مع نص رغيف عيش مع بيض مسلوق مثلا، لو مفيش ممكن طبق سلطه مع قطع جبنه قريش، تلات حلول اهم، وفي حلول كتير طبعا. في الغدا طبق رز صغير وليكن مع الخضار اللي حضرتك هتعمله، سبانخ او كوسة او ايا كان، مع صدر فرخة يا مشوي يا مسلوق. طبعا في العشاء قطع جبن قريش مع الوصفة السحرية طبعا، او الطبق السحري اللي انا اتكلمت عنه ده نقطة. مفيش ممكن يبقى زبادي، كوبايتين زبادي مع تفاحية مثلا، او طبق فول مع نص رغيف، يعني
المتاح لحضرتك. طبعا ما تقيدش نفسك علشان ما تزهقش، وما تنساش طبعا تبعد عن الشيبسي والبيبسي والكلام اللي اتكلمنا فيه في الفيديوهات اللي فاتت. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. ما تنساش تحسب سعراتك الحرارية، حط أكل كتير في نظامك الغذائي، بمعنى خلي فيه بدايل، ما تقفش مثلا ما فيش جبنة قريش خلاص ما فيش بديل، لا في بدايل وحاجات وأكل كتير. فلازم ما تقيدش نفسك، ما تدخلش نفسك زي ما قلنا في دايرة وتزهق وتمل بسرعة، لا جدد. طبعا وجبة الفري ما تنسهاش، وجبة فري زي ما قلنا في الفيديوهات اللي فاتت، انا سايب لينكات الفيديوهات اللي فاتت في الوصف، شوفوها ان شاء الله هتعجبكم. ما تنساش شير لايك سبسكرايب دعم لحبيبك واخوك، ولو في اي اسئلة اسألوني في الكومنتات وهرد عليكم ان شاء الله، ولو في افكار جديدة قولوها لي وان شاء الله ننفذها مع بعض الفترة الجاية، وشكرا.